كرة ملعوبة الآن، محاولة من عمر تراوري، تراوري نقلة لفينيسيوس، ميلو، ميلو إلى رامون، حلوة حلوة حلوة، يا سلام يا سلام، عمر تراوري يصل أخيرا ويسجل لفخر أبوظبي، يصل ويسجل لفخر أبوظبي، مباراة الهدف الواحد، يحضر الهدف والجزراوي يتجنب المفاجأة حتى هذه اللحظة، يتجنب المفاجأة حتى هذه اللحظة، يسجل أخيرا، يصل أخيرا بتيكي تاكا جزراوية، وصلوا إلى الشباك العربوية ليسجلون الآن أول الأهداف، عمر تراوري، لكن لمسة من بدايتها جميلة، من بدايتها رائعة، من بدايتها كانت حلوة، ومن بدايتها كانت تبشر بهدف لنادي الجزيرة. هذه الكرة وصلت إلى رامون ميريز، وميريز نزلها لعمر تراوري بلمسة 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 حلوة حلوة، اللعبة عندما لعبوا بشكل سريع وصلوا إلى الشباك، وصلوا إلى الشباك، هكذا عرفنا الجزيرة وهكذا يلعب الجزيرة، الفريق اللي يقدم كرة قدم رائعة ممتعة في السنوات الأخيرة يفعل ذلك في هذه اللعبة ويسجل أول أهدافه عن طريق اللاعب عمر تراوري. عمر تراوري يخرج في اللقطة الماضية، القادمون من الخلف هم من يملكون الحلول.